من قناة السعودية أنتم تشاهدون برنامج شارع السعودية. السلام عليكم، نبدأها بهذا الخبر. أعرب مجلس الوزراء في جلسته الأسبوع الماضي عن تقديره لدور المعلمين والمعلمات في مسيرة وتطوير المنظومة التعليمية وجهودهم في بناء المهارات والقدرات وتعزيز القيم الوطنية والإسهام بفاعلية في إعداد أجيال تنافس العالم وتسبقه إلى التقدم والابتكار. جاء هذا التقدير بمناسبة يوم المعلم العالمي الذي يوافق يوم أمس السبت 5 أكتوبر في كل عام. تقدير مستحق لمن يستأمنهم الوالدين والوطن على جيل المستقبل. بس ترى سولف مع بدر. ونحن في الشارع السعودي نعبر بأرقى عبارات الامتنان والشكر لكل المعلمين والمعلمات ومنسوبي التعليم لجهودهم الواضحة والمقدرة. الحديث أكثر ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ خالد الغامدي الخبير التربوي. أستاذ خالد أهلا بك في الشارع السعودي. أهلا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. الله يحييك. كيف تنظر وأنت منسوبي التعليم لهذا التقدير من مجلس الوزراء للمعلم والمعلمة؟ أولا أشكركم على الاستضافة في الشارع السعودي الذي أصبح حديث الشارع السعودي، له من اسمه نصيب، فلكم منا خالص الدعوات بالتوفيق والسداد. أما ما يتعلق بالمعلم فأنا أولا كمعلم أتقدم بالشكر والعرفان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، ولسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله على هذه الإشادة في أعلى مجلس الوزراء بدور المعلم وشرف مهنته، والتي حقيقة سيبقى لها أثر كبير في نفوس كل معلم ومعلمة في هذا البلد المعطاء. يعني هذا تشريف عظيم للمعلم، يجب أن يحملهم شرف المهنة ومعرفتهم بقيمة مكانتهم، وكذلك يحملهم شرف المسؤولية أو عظيم المسؤولية تجاه هذه الأجيال التي بين أيديهم. أنا لن أكثر في الحديث عن المعلم، يكفيني أن أذكر حديثا واحدا. أتمنى أن كل معلم ومعلمة يستلهم هذا الحديث ويضعه أمامه في كل يوم يستيقظ ويذهب إلى المدرسة. النبي عليه الصلاة والسلام قال حديثا عظيما، يقول: إن الله عز وجل وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى الحوت في البحر والنملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. ويكفيهم شرف أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما بعثت معلما. فأي شرف أعظم من هذا الشرف، وأي منزلة أعظم من هذه المنزلة، وأي مكانة أعلى من هذه المكانة. وظيفة المعلم هي في الحقيقة اصطفاء لله، اصطفاء من الله جل وعلا لكل معلم قد اختاره الله جل وعلا لهذه المهنة. يجب أن يعرف كل معلم حينما يأتي أي تعب داخل المدرسة أن يعرف أن الله اصطفاه، وأنه قد اختاره عن غيره من البشر أن يعلم هذا الجيل وهذا النشأ. أنا بسألك سؤال يا أخي صلاح، بسألك سؤال بسيط، هل تتذكر من علمك سورة الفاتحة في أول ابتدائي؟ نعم. نسيت؟ ما نسيته، صحيح ولا لا؟ صحيح، ما نسيته. الآن هذا الرجل رحمة الله عليه، نعم، لكن كل يوم تقرأ هذه الفاتحة في صلواتك وفي قراءتك للقرآن هي في ميزان حسناته رحمه الله وفي قبره، يستمر معه حتى يوم القيامة. أنا أريد أن أذكر بشيء مهم، أعطني أحدا من البشر جمع هذه الصفات الأربع غير المعلم. صحيح. المعلم شبيه الأنبياء لأنه يؤدي رسالتهم. المعلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في بطون البحر. المعلم شريك لطلابه في ثوابهم العمر كله. المعلم أجره لا ينقطع حتى بعد مماته. المعلم هو ذكريات، باختصار هو ذكريات العمر كله. ولذلك
أنا حقيقة أنصح كل معلم ومعلمة أن يخلص نيته في عمله وأن يبذل الغالي والنفيس من أجل هذه المهنة ومن أجل رفعتها ومكانتها، وأن يعلم ويستشعر أنه في بلد عظيم في ظل قيادة عظيمة وشعب عظيم وجيل صاعد مبدع همته همة طويق. على طاري الجيل أستاذ خالد، استضفنا هنا شباب مبتكرين وشباب أيضا اللي هم طلاب آيسف والطلاب اللي رفعوا رؤوسنا. تخيل لما نقول لهم وش اللي اكتشف موهبتك، يقول معلم. فكان من معلم بنى اتجاهات، كم من معلم أشعل الشغف. وحديثك الجميل الذي اعتز بالمعلم إن شاء الله أنه سيصل. شكرا لك أستاذ خالد، حفظكم الله. الأستاذ خالد الغامدي الخبير التربوي كان معنا عبر الهاتف للحديث عن يوم المعلم العالمي. أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تدشين مجموعة من الخدمات المبتكرة بالتزامن مع إطلاق هويتها البصرية الجديدة، وذلك ضمن استراتيجيتها الهادفة لأن تكون شريكا ممكنا للأجيال. وتضمنت الخدمات إطلاق منصة البيانات المفتوحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تتيح للمستخدمين من اقتصاديين وباحثين وأصحاب أعمال الوصول إلى بيانات التأمينات الاجتماعية. وتم إطلاق خدمات التوظيف التي تربط الباحثين عن العمل المسجلين في نظام ساند مع أصحاب الأعمال. بعد الفاصل، ملف العمالة المنزلية الليلة على طاولة الشارع السعودي بحضور القانون والمكتب. أهلا بكم مجددا في الشارع السعودي. أظهرت إحصاءات سوق العمل التي تصدرها الهيئة العامة للإحصاء أن عدد الأجانب المشتغلين في السعودية بلغ أكثر من 10 مليون عامل، ما يمثل 75% من إجمالي المشتغلين في السعودية، فيما بلغ عدد المشتغلين السعوديين 3,600,000 عامل، وهم ما يمثل 25% من الإجمالي. تركز أغلب المشتغلين في السعودية في القطاع الخاص، ما نسبته 63%، ما يعادل 9,300,000 عامل. ثم العمالة المنزلية وهي حديثنا اليوم 24% بنحو 3,500,000 عامل. ثم القطاع الحكومي ب 11%. الحديث اليوم عن العمالة المنزلية اللي عرفها النظام أنها كل شخص يقدم خدمات منزلية لصاحب العمل أو أسرته مقابل أجر شهري. وأصدرت المملكة دليل حقوق والتزامات العمالة المنزلية التي تنص على مبدأ الموافقة المبنية على العلم المعرفة، ويضمن وعي ومعرفة صاحب العمل المنزلي والعمل المنزلي بشروط العقد وطبيعة العمل ومكان العمل والأجرة وفترة الراحة اليومية والأسبوعية على النحو الذي تحدده اللائحة، ويشترط أن يتم ذلك قبل استقدام العامل ومغادرته موطن. حلقتنا الليلة عن هذا الموضوع، رحب من ضمننا في الاستوديو الأستاذ سلطان السحمة وهو المحامي المعروف. استاذ سلطان الله يحييك. الله يبقيك ويطول عمرك، شاكر لك. ان شاء الله ايضا معنا الاستاذ عبد العزيز الغامدي وهو صاحب مكتب استقدام، اهلا وسهلا. الله يبقيك ويحييك ان شاء الله. نسولف، خلكم لنا النظره لي. ايوه، لاني احسك ما شاء الله بديت في الفاصل تسولف عن المحاور. الله يحييك. فحماسك هذا يعجبني يا استاذ عبد العزيز ان شاء الله، لذلك ببدا معك. الله يحييك. المكاتب اليوم خليني اعطيك كمواطن، خليك من الشارع السعودي. احنا كمواطنين كنا نشتكي من مكاتب الاستقدام. نعم. التأخير، رفع الأسعار مثل البورصة، ما يحكمهم أحد، ممكن تروح فلوسك أحيانا ما حد يقدر يعني. أنا أعطيك ما قبل النظام. ممكن نذكر السنوات عشان يكون يعني المواطن، نحكي على 2011 2012 2013، حتى البرامج كانت أصواتها عالية صحيح في هذيك الأيام، وكانوا يطالبون. وكان أبغى تعطيني لمحة كيف الوضع انت كصاحب مكتب. كم عمر مكتبك سعد العزيز؟ 10 سنوات. 10 سنوات.
لحقت على قبل النظام وبعد النظام صح؟ نعم نعم. طيب كيف كان الوضع؟ حبتين. أول شيء رحب فيك أستاذ الكريم. ثانيا كانت سمعة مكاتب الاستخدام سمعة سيئة جدا في الرأي العام بشكل عام، والأسباب أنه كان قطاع الاستخدام غير محوكم، بمعنى أنه المواطن يروح يستخدم خادمة مو عارف يروح عند مين بالضبط، فيطب في جهات غير رسمية أو غير مرخصة من وزارة العمل ويعطي فلوس وتروح الفلوس. في 1/7/2019 بدأت منصة مساند، ووزارة العمل حصرت عقود الاستخدام عبر منصة مساند، أن يكون الدفع آمن إلكتروني عن طريق منصة مساند، وهناك عقد إلكتروني موحد لجميع المواطنين، وعندك نظام شكاوي ممكن تشتكي المكتب، وعندك التزامات قانونية تجاه المكتب والمكتب تجاه المواطن. في الخدمة تحسنت الآن، يعني أنا أتكلم بصراحة، يعني الآن الاستخدام أعتبره الفترة الذهبية للاستخدام. الأسباب: السبب الأول الدفع إلكتروني عن طريق منصة مساند، ما ضاع حق وراه مساند. إذا دفعت في مساند الآن ممنوع الدفع في حساب المكتب، تدفع في منصة مساند. أنا شخصيا استخدمت عاملتين، عاملة لي وعاملة للوالدة، ودفعت لنفسي عبر منصة مساند. لو دفعت خارج منصة مساند فلوسك يعني باي باي بصراحة. طيب اسمح لي يا أخوي سلطان خليني. طيب أنت صاحب مكتب. نعم. كلامك جميل. نعم. وشهادتك اليوم مسجلة في شارع السعودي. شهادة طيب. لله خلني التاريخ. خلني أقول لك وش سوى فهد بن ضبعان في إعداد الحلقة. اسمع التقرير اللي كتبه لي: تم التواصل مع 17 مكتب استخدام رفض الظهور بأي شكل من الأشكال سواء لقاء أو اتصال هاتفي بسبب جملة واحدة، يقولون أنه بيجينا حرب وأن الوزارة بتوقف ضدنا وأنه هذه أرزاقنا وإلى آخره. وتخيل أنه تكلم مع واحد اسمه ألف حاء، حتى فهد ما شاء الله عند الدقة عالية ما وده يفكرني بقول اسمه على الهواء. مدة المكالمة 4 ساعات و43 دقيقة. ما شاء الله عليك على الجهد حقك يا فهد اللي أنت قضيته. صح. يعني 5 ساعات. تخيل يعني جملة الصفحة والتقرير اللي هو قدامي الحين، أنه في نهاية المكالمة هو اللي قبله فاء نون واللي قبله سين خاء كلهم يقولون احنا شطبنا مكاتبنا وما عاد نبغى ندخل هذا البزنس، وانت تقول فترة ذهبية. من هؤلاء ومن أنتم؟ فترة ذهبية للمواطن السعودي المستفيد من الخدمة. فعلا فترة ذهبية الآن. وما هي بذهبية عليكم المكاتب؟ احنا التجار، احنا في النهاية يعني ممكن تتمارس الاستخدام معانا بأنك في شركات الاستخدام موجودة في سوق الأسهم، ممكن تحط 100,000 500,000 مليون ريال وشو مكرر الربح قديش. لا 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 خليك دقيق. فترة ذهبية للمواطن. هل النظام مساند وقف مع المواطن وضبطه وحوكم ولا وقف معاكم؟ نظام مساند حوكم القطاع. مساند الآن هو اللي بيسوي لنا دعاية، يعني أنت إذا رحت مساند حيرسلك على مكتب استخدام مرخص. يعني ذهبية يعني ذهبية لكم ولا ذهبية للطرفين من ناحية أنه في حوكم. أني خفتم في كلامك شيء كذا. في حوكم؟ لا لا في حوكم يا أخي الكريم. الآن عندنا موضوع اللي هو الحوكم للقطاع نفسه بالكامل. كل الوزارات يا أخي الكريم الآن في نطاق الحوكمة وتغيرت. قاضي في وزارة العدل عنده معايير لازم يشتغل عليها ولازم ينجز معاملاته. مكتب استخدام عنده 90 يوم لازم يخلص معاملاته وينجزها في مدة محددة. بعد ذلك أوصل أي. الفكرة ممكن أوكي. البعض يزعل من طرح أول، لكن كلمة الحق لله ثم للتاريخ. على فكرة ترى ما المطلوب منك لحظة يهمني رأي المواطن. الشارع السعودي وطرحنا على الهواء، ما هو مطلوب منك تمدح. أنا ما مدحت أي. لا 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 بس أنا علمك، بس كون أنك أنت صاحب مكتب عمل وتثني فهذه شهادة حق ويستاهلونها. تمام. ولو عندك نقد بناء ترى المجال مفتوح، يعني في النهاية أنت رجل معتبر وتاجر. استصلاح مشهود لك بالأمانة والصدق في حواراتك ولقاءاتك مع جميع الضيوف، وأنا أقول كلمة لله ثم للتاريخ، وأقول المواطن الآن يسمعني المواطن الآن، وأنا أقول له أن الآن هذه فترة ذهبية. الآن يعني تقدر تحصل على خدمة استخدام ب6,000 ريال شامل التأمين شامل الضريبة المضافة وتأمين عقد لمدة 2 سنين ضد الهروب، حتى لا سمح الله في حالة وفاة اللي هو التابوت وترحيل الجثمان على حساب التأمين بكم؟ ب6,000 ريال. هذا الآن موجود للمواطن. هذه فترة ذهبية ولا لا؟ صحيح. ب6,000 ريال ما كنت صار هذا الشيء. يعني احنا قبل أزمة كورونا كانت الأسعار أعلى، يعني زي كينيا كنا ب 12,000 إلى 14,000، بنغلاديش وصلت إلى 13,000. تذكر الفترة اللي أقول لك عليها ذيك الأيام يعني نحكي على 14-15 سنة؟ نعم. كان
يسمونه نقل ايش؟ نقل الكفالة أو نقل الخدمات، نقل الخدمات أو نقل الكفالة. يوصل 45,000 بعض الجنسيات قبل رمضان، بس مو المكاتب اللي استخدمها، المكاتب المصدره تشتري سياره. استاذ صلاح، نقل خدمات، استاذ صلاح في معلومات مهمه جدا اذا تسمح لي. خل عشان انا ما تصدر الدور نيابه عن او عن زميل. لا 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 بالعكس، ترى على فكره ليش اني انا اول مره اسويها، اني اسال ضيف 3-4 اسئله اولا المحامي يمون عليه. لا ابدا، انا وياه نبغى نستمع للقضيه تمام. ف بسالك سؤال عن المكاتب، وايضا الكلام اللي انت بتقوله الان خله في بالك او تكتبه وبرجع لك. أخوي سلطان، أنت كمحامي اليوم في تشريعات جديدة ما في شك أنها حفظت حقوق الطرفين، صحيح؟ كيف أثرت إيجابا أو سلبا هذه التشريعات في حل النزاعات اللي بين الكفيل والعامل؟ الآن مع لائحة العمالة المنزلية هم في حكمهم اللي صدرت بإقراء من وزير الموارد البشرية، وبدأ السرايا بالعمل فيها في 17/3/1446، حددت الحقوق والواجبات. سابقا كان هناك بعض، لكن حاليا مع هذه اللائحة حددت الحقوق والواجبات فيما العامل أو العامل المنزلي: الأجر، فترة الراحة اليومية، عدد الساعات لا يتجاوز 10 ساعات يوميا، لابد أن يكون فترة راحة 8 ساعات متواصلة، يوم الراحة الأسبوعي له الحصاء ولهم الاتفاق أنه يعمل في يوم الراحة بمقابل مادي، منحت العامل المنزلي إجازة سنوية ما كانت موجودة سابقا، منحت العامل المنزلي إجازة مرضية ما كانت موجودة سابقا، منحت العامل تذكرة المنزلي تذكرة السفر ما كانت موجودة سابقا. تذكرة سفر متى؟ السفر في الإجازات السنوية إذا كان بيروح خروج عودة كل سنتين. أيضا منحت مكافأة نهاية خدمة إذا خدم عند صاحب العمل 4 سنوات متتالية ما كانت موجودة سابقا. نظمت الحق للعامل المنزلي، أيضا نظمت الحق لصاحب العمل إذا يخاف أن العامل ما يكمل عنده أو يهرب من العمل، وكانت عندنا بعض المرات الهروب هذا كان مشكلة، كان مشكلة، وكان صاحب العمل يدفع مبالغ مالية في النهاية تهرب العاملة. الآن لا، صار مغطى عن طريق بالتأمين. عن طريق بالتأمين أيضا يحق له إقامة دعوة، وفي وفيه تعويض يتفقون عليه العامل وصاحب العمل، وفي حال عدم الاتفاق يكون التعويض بأجر 2 شهر. نظم وبداية العلاقة متى تبدأ متى تنتهي، متى يحق لصاحب العمل إنهاء العقد، متى يحق للعامل إنهاء العقد. أيضا من ضمن الأمور المتتوالية اللي صدرت مع اللوائح والقرارات أيضا الرواتب. الآن صدر قرار سابقا أنها تنزل في تودع في حسابات محافظة رقمية للعمالة المنزلية، وذلك لحوكمتها والمحافظة والتأكد على أن صاحب العمل يدفع الأجر للعامل. حددت على حسب نطاق زمني بناء على العمالة المنزلية الجدد سرى سابقا اللي عندهم أكثر من عمالة في 1 يناير اللي 3، فالقرار حدد هذه الأمور، فبالتالي الأمور الآن صارت واضحة مع اللائحة بالنسبة لصاحب العمل وبالنسبة للعامل. طيب، المنزلي معناتها أنه نظام مساند، والنظام الجديد على فكرة في كل حلقة يعني بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا تروح لرؤية 2030، صحيح، واللي عرابها الكل يحبه، صحيح، ونتقرب إلى الله بحبه، صحيح، لأنه حاكم عادل منظم حياتنا. وشوف حتى الصغار اليوم أشعل شغفهم، صحيح. أرجع للمساند، معناته أنه هذا النظام زي ما قلت حفظ حقوق الطرفين، والطرفين مبسوطين، صح؟ صحيح، اللي هو طرف المكتب الاستخدام وصاحب العمل، صاحب أو العامل المنزلي والعامل، العامل أيضا العامل هو جاي النظام قديم ولا جديد؟ العامل ما يختص في مساند، يختص في اللي هو لجان الفضل بالمنازعات العمالية. لا لا لا، بس إنه في النهاية أو المحاكم العمالية في النهاية هو مساند، هو اللي يجيب التشريعات خلال. لا، هو اللي إيش يصدر العقود إلكترونيا، عقود موحدة. طبعا هذه العقود تكون مصاغة حسب الاتفاق بين طرفي العلاقة سواء المملكة العربية السعودية والدول المصدرة. عشان ما يروح سؤالي، بما أنه اليوم أنت تقول فترة ذهبية، هل مكاتب اللي كلمهم ليش يقفلون؟ ليش يطلعون من البزنس؟ السوق غير جاذب. ليش جاذب؟ خسائر، تكاليف الاستخدام ارتفعت أكثر من أول، في مثلا إلزام المكاتب بالإيواءات، هذه مصاريف إضافية، في تغيرات في السوق. السوق بعد 2019 الوزارة غيرت السوق إلى حوكمة بالكامل، القطاع من أول لآخر، وزادوا التزامات المكاتب مثل الإيواءات وإنهاء إجراءات العمالة مثلا المتخلفة الهاربة.
زادت التكاليف على المكاتب، الأرباح في الاستقدام ما هي يعني يمكن البعض يعتقد أنها خيالية. أنا أتمنى يكون في محاسبين قانونيين ويكشفوا على القطاع بالكامل ويشوفوا. يعني ما في ربح؟ في أرباح خفيفة جدا. ما هي ذيك الأرباح اللي زي قبل 2018؟ انخفضت هذه الأرباح. الأرباح هذه ما تغطي التكاليف أو ما تقول التشريعات الجديدة مثلا زي إيواء العمالة. طبعا مواطن الحين عشان تكون في الصورة قاعد يقول أخذوا حقهم. عرفت؟ والله صدق إيه أخذوا حقهم. يعني إحنا أنا محاكيك كنا نستقدم على 26 وعلى 32 وعلى بس الآن طال عمرك أنا تسمح لي استصلاح ولا مقطع الكلام ولا مقطع الكلام الجوال طال عمرك تونا ماخذين ضيفة جديدة في البيت حتى في الموقع يقول لك لا تروح تجي المطار تدفع 100 ريال بالجوال وترى نوصلها لين البيت. فعلا بدفعها ووصلها لين الباب. ف حلو انه صار فيه شيء خدمه عاليه جدا وتكاليف معقوله والله يرزقكم مقارنه بالدول. اسمح لي اسمح لي باقل من دقيقه تاخذ وقتك. ايوه انا هي الشهاده لله والراي العام يهمنا والحقيقه توصل الى المواطن يعني بما يرضي الله سبحانه وتعالى. اللي كان ياخذ 26,000 مو مكاتب استقدام. من هم؟ يعني كان في مكاتب خدمات داخله في السوق احنا نسميها السوق السوداء، مكاتب غير مرخصه تاخذ خادمه فلبينيه او اندونيسيه وتجر فيها ب 30,000 و 40,000. طبعا الوزاره يعني مشكوره قامت بجهد جبار خلال سنوات طويله اللي هم نقل الكفاله. نقل الكفاله هذه مو مكاتب استقدام، مكاتب استقدام حاليا انت تاخذ خادم نقل الكفاله من عندي تعال نطبع لك فاتوره مساند اللي دفعه الكفيل الاول ادفعه زائد 2000 ريال قيمه التاشيره و 2000 ريال نقل الكفاله، انا ما اخذ منك ولا ريال. وهذا معمول فيه. يعني توضيح للمشاهد انه لا توقعوا ان احنا شيل 26 او 30,000، يستحيل ممنوع ويجرم مكتب استقدام بتهم التجار بالبشر او شبهه التجار بالبشر في حال انه اخذ ارباح اكثر من قيمه العقد اللي فيه مساند. لو اخذت خادم اثيوبي ب 5000 ريال استخدمته مثلا الكفيل الاول ما ناسبته، يعني في بعضهم يرد مو لان العامله ما هي كويسه، لا ما ارتاح ولا او ما اللغه ممكن تناسب غيره. اي تناسب غيره، خلاص هي من حقها انها تنقل كفاله دام ان هي ما تبغى تسافر الى بلدها، ما عنده رفض عمل، خلاص تعال استاذ صلاح خذ الخادمه هذه كم تكلفتك؟ اطبع لك الفاتوره. 5500 6000 2000 وادفع 6000، ادفع بس حق الكفيل الاول انا كوسيط وادفع الرسوم الحكوميه اللي هي نقل الكفاله 2000 ريال ونقل وقيمه التاشيره للكفيل الاول بس. هذا معمول فيه وحاليا ممكن حتى المواطن يروح على مكاتب الاستقدام ويطلب طباعه فاتوره العامله اللي دفع الكفيل الاول ويدفع فقط. انا اكون معك صادق، في تغيرات في الاستقدام كبيره جدا. اتمنى والله ان المكاتب اللي قفلت هذه انه شاركوا معنا في شارع السعودي ولو باتصال تليفوني جهزوا لهم موعد وانا اكلمهم لكم. ما عندك لا هو عنده ارقامهم وقالوا ما راح نشارك، احنا لا نريد المشاركه. هو طيب ميت ومقفول خلاص يعني اي بس انه بس خلينا نستفيد من الاسباب اللي ادت الى اي ليش قفلت ولا المشكله انه أنا, يعني أنا ما قريت الكلام كله حسبنا الله ومن حسبنا عرفت اللي تحس إنه مظلوم فنبغى نعرف ليش أنت قفلت ليش طلعت من السوق. أنا أقول لك الأسباب. الوزارة قبل كورونا أو سوق الاستقدام تحديدا قبل كورونا ليس بعد كورونا من ناحية التشريعات والأرباح وكل نواحي العمل. طب مو على الاستقدام بس أنا كل بس أسمح نعم مو على الكل هو في تضخم عالمي. أنا أجيك في الفكرة الآن أو التوضيح الكل يسمعه ليش قفلوا؟ عندك سببين، يا سبب تشريعي انه ما قدر يواكب المعايير الموجوده اللي وضعتها وزاره العمل، وعندنا اللي هو السبب الثاني اللي هو السبب المالي انه خسر وما قدر، لانه عندنا اموال تطلع خارج السعوديه 80% واكثر من 85% يطلع خارج السعوديه، زي افريقيا احنا نسميها في عرف الاستقدام مقبره الاموال. تطلع الفلوس ما ترجع نهائيا، فلبين تكاليفها عاليه جدا برا ما احد يتحملها، يعني مثلا في ازمه كورونا انا كنت عالق خارج السعوديه 5 أشهر. في أوغندا تحديدا على خط الاستواء. الفلبين ممكن تكاليف عندي مباشر وغير مباشر على كل معامله ب 14,000 13,000 ريال دفعناها لخارج السعوديه. طبعا العملاء بيبغوا حقهم، اعطيناهم حقهم اللي هو 18,000 كامل. شو قديش طلع من مكتب الاستقدام؟ مكتب الاستقدام خطير جدا واقرب باب الى باب السجن اللي هو مكتب الاستقدام. يعني من الاعمال الخطيره جدا اللي هو مكتب الاستقدام اذا ما كان صاحب مكتب مباشر لعمله بنفسه ويعمل يعني بنظام محاسبي قوي جدا. الحكم اللي تقول نظام العمل او نموذج العمل القديم اللي قبل الكورونا اللي كان فيه تدفقات نقديه عاليه وارباح جيده واسواق مستقره جدا ليس بعد كورونا بس كانت على حساب المواطن. لا اكد لك نقطه مهمه جدا. طب خلينا نعطيك تفضل. انا مكلم واحد من حقي الاستقدام، طبعا في مواطنين فيهم حقهم والله
يعني ما اقول لك انه حتى اللي قاعدين يدفعون يعني يعني هو يقول طيب هو يقول طيب فئة خلني طيب هو يقول فئه الموظفات عندكم لما نقول له يا اخي خاف الله يا اخي يعني عامله ما اعرف كم تكلفك توصلها 25 لان هذاك اليوم قال لي لا ايجنسيه الفلبينيه 25 ما وصلت الاسعار 25 لا 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 في الخمس سنوات الاخيره انا متاكد لا لا قبل خمس سنوات قبل خمس سنوات ولا عشر سنوات اسمع هذا المثال ما وصلت اسمع هذا المثال يقول يا أخي أنتم اللي تتصلون علينا قبل رمضان خصوصا فئة الموظفات العاملات ما تنظر للسعر فهمت أجيبها لي أبشر 20 فيقول صار المكاتب يعرفون أنه هذا بعشرين تدفع عادي تدفع 20 زدنا 1000 ما عندها مشكلة 2000 ما في مشكلة ف صار ذروة أعطيك توضيح وصارت أيضا على حساب اللي ما يقدر يدفع أعطيك توضيح لهذا المبلغ اللي هو 23000 وليس 25000 اللي كان سعر الاستخدام 18000 في الفلبين 2000 ريال معلش انا احنا نقول حقيقه للمواطن الناس تعرف يعني احنا ما قلت انه على الشفافيه نبدا صحيح ولا نسكت ولا ناخذ راس قلم مثلا وننتهي لا بالعكس كانت ب 18000 شامل للضريبه الضريبه كانت في هذيك الفتره 3000 ريال وكان المكتب يشيل 15000 هذه 18000 وكان الكفيل الجديد يدفع 2000 ريال ويدفع 2000 نقل كفالة ويقام فحص طبي 1000 ريال 5000 إضافة إلى 18 23000 هي نفس المعادلة والحين في مساند كم؟ الحين في مساند لا وصل 19000 ليش؟ لأنه الضريبة مضافة الوزارة قامت مشكورة بمراجعة الزكاة والدخل يعني ووصلوا إلى حل مثل هو التصرفات طيب. العقارية وخفضوا الضريبة من 3000 ريال إلى 800 ريال أو 900 ريال طيب. 2000 نزلت أباخذ استطلاع وبرجع معك على التحديات القانونية والتعليق اللي عندك لأني أعرف أن عندك تعليقات وصاحب المكتب اللي هو يعني صاحب القضية نبغاه يوضح ناخذ الاستطلاع إذا واجهت مشكلة مع عاملك المنزلي كيف تقوم بحلها أنا والله أتعلم من أمي في التعامل مع الخدامات ولا العمالة المنزلية أمي دايم يعني تحتويهم تقولهم بعيد عن أهلهم خلاص أنت عامليها كأنها تحلم بعيالها لا شفتيها نايمة لا تصحينها وصبرت على خدامة الأخيرة سنتين قالت يوم آخر يوم السنتين تجهز شنطتها وأغراضها والستاف كله حقها قالت أنت تنبسطين أكثر عند أهلك وعلى المطار يعني شو تسوي يعني صبرت عليها سنتين تصحى من النوم تروق يعني عايشة في فندق حسب المشكلة إيش هي في مشاكل الواحد ممكن يعني ينبهه شفهيا إيش الغلط اللي سواه وإذا ما تكرر خلاص انتهى الموضوع بعض المشاكل لا يحتاج أنك يعني تصعد الموضوع مثلا إذا المكتب أو إلى جهة حكومية معينة فحسب كل مشكلة يكون لها يعني حجم من الضرر اللي سببته والله على حسب نوع المشكلة في مشاكل تقدرين تحلينها بشكل بسيط يعني بينك وبينها يعني تكلمين معها أو لو في حالة يعني ما نفع تقدرين تكلمين المكتب نفسهم هم يتفاهمون معها وحلوا الموضوع إذا كانت مشكلة بسيطة تحلها ودي إذا كانت نحل ودي بيننا وإذا كانت المشكلة جنائية فنحلها عن طريق قسم الشرطة حلها بأسلوب تفاهم تخاطب إذا المشكلة كبيرة يعني خطبة يعني في مشكلة قانونية يعني مو يعني بالشرطة زي كذا على حسب المشكلة إذا المشكلة صغيرة ممكن أحلها وديا فكويس وإذا المشكلة تحتاج إني المكتب فأدخل المكتب بس إذا كانت مشكلة كبيرة طبعا أكيد قانونية والله تختلف على حسب المشكلة سواء مشكلة مالية أو مشكلة مثلا داخل البيت إذا مشكلة داخل البيت نقدر نحلها يعني مع التنسيق مع الأهل في البيت نقدر نحلها إذا كانت مشكلة مالية وخارجية ممكن نحلها عن طريق التواصل مع المكتب أو بأي طريق ثاني نقدر نتواصل فيها ونقدر نحلها فهي على حسب المشكلة أستاذ سلطان إيش تعليقك على الحوار اللي قبل الفاصل هو جميل أقول التشريعات اللي صدرت نظمت العلاقة التعاقدية بين المواطن وبين مكتب الاستقدام يمكن مكاتب الاستقدام زعلت لأن التشريعات وضحت الحقوق للمواطن ونظمت العلاقة التعاقدية ووضعت رقابة على مكاتب الاستقدام ووضعت شروط لمن مؤهل لأن يقدم هذه الخدمة وألزمتهم بالتأمين لمدة سنتين للعمالة المنزلية في حال وفاة العاملة هربها أيضا من صالح العمالة نفسها لو تصاب بحادث وينتج عن هذا الحادث عجز كلي أو عجز جزئي
يتم تعويضها عن طريق وثيقة التأمين. في التشريعات اللي صدرت أنا أراها أنها نظمت العلاقة التعاقدية وحفظت حق صاحب العمل المواطن وحفظت حق المكتب الاستقدام في حقوقه، لأن تكون العلاقة التعاقدية موثقة عن طريق المنصة سام سالم، وحفظت حق العامل المنزلي، وهذه بناء على رؤية 2030 لتقديم سوق عمل واعد جاذب لجميع أطراف العلاقة التعاقدية. التحديات القانونية مع التطورات التشريعية اللي لاحظها في جميع أصعدة المملكة العربية السعودية ومن ضمنها العمالة المنزلية وتحولها إلى تحت مظلة وزارة العدل المحاكم العمالية، هذا يعطي تعزيز الثقة في القضاء التعاقد بين العامل وبين العمالة. لازم نعرف الآن ويعرف المواطن بين هناك علاقتين تعاقدية، علاقة المواطن مع مكتب الاستقطاب هذه لها جانب قانوني يختلف عن علاقة صاحب العمل مع العامل المنزلي. صاحب العمل مع العامل المنزلي العلاقة التعاقدية ينظمها العقد المرن معهم، وأيضا في فترة التجربة يستطيع المواطن أن يجرب العامل المنزلي لمدة 90 يوم، في حال رأى أن العامل غير صالح يستطيع أن يعود على مكتب الاستقدام ليقوم باستقدام عامل آخر. بعد 90 يوم وتتجاوز 90 يوم والعامل رفض العمل أو هناك جهات قضائية تفصل، يقدم الدعوة إلى إدارة التسوية الودية بوزارة الموارد البشرية، وفي حال لم يتم حل الموضوع وديا مع أن الوزارة تعمل جاهدة على حل النزاعات وديا بين العامل والعامل المنزلي، في حال لم يتم حالته يتم رفع الدعوة للمحكمة العمالية اللي بدأ سريان انتقال الاختصاص حتى يكون تحت منظومة قضائية واحدة، وهذه من تطور القضاء في المملكة العربية السعودية، وهذا أثاره شفناها كمحامين وكقانونيين على جميع الأصعدة. ما بين العامل ما بين المواطن وصاحب المكتب، هناك في حال صاحب المكتب لم يتقيد هناك لجنة مشكلة في وزارة الموارد البشرية، وبعد ذلك هناك محكمة إدارية تفصل في النزاعات بين. طيب فاصل نكمل بعد ما تبقى من برنامج شارع السعودي، فابقوا معنا. اهلا بكم، اهلا بمن انضم الينا. نتحدث عن العماله المنزليه والاستقدام بحضور القانون وايضا المكتب، ممثل لمكتب الاستقدام هو عبد العزيز الغامدي صاحب مكتب استقدام العماله المنزليه. اهلا بك استاذ عبد العزيز. ايضا الاستاذ سلطان سحماء المحامي المعروف، حياك الله استاذ سلطان. الله يبيك ويطول عمرك. طيب تكلمنا عن جودة الخدمات، نعم، تكلمنا عن مساند، نعم، وقلت أنه هذا البزنس أصبح يعني في خطر وأنه غير جاذب للاستثمار وأقرب خسائر مالية خارج الدول، لأنه في أموال تطلع خارج السعودية، فيها ريسك عالي، فيها مخاطر عالية جدا. طيب خليني أسألك سؤال، سم جودة الخدمات اللي تقدمها لكم اليوم مساند ما يجذب زباين؟ لا يجذب زباين. طيب ومساند يسوي لنا دعايه يعني يوميا على تويتر انه مكتب الاستقدام، تدفع لمكتب الاستقدام عن طريق منصه مساند وما باع حق وراء مساند. مساند يعني داعم للمكاتب الرسميه اللي شغاله تحت مظله الوزاره. طيب هذه ما هي ب نعم هذا بالنسبه دعم للقطاع؟ نعم دعم للقطاع، هذا بالنسبه لمساند اللي هو الذراع التقني للوزاره. هناك تشريعات اللي هو مثلا المعايير، الحد الأدنى للمعايير، وحنا نرحب بالمعايير، بالعكس وجود معايير أفضل. كان في اجتماع مع وزير العمل الراجحي وذكر إنه نبغى القطاع يكون هذا جاذب. كيف الاجتماع؟ الاجتماع كان بنا، يعني كان في وجهات نظر عند الوزير إنه القطاع هذا لازم يكون جاذب مثل قطاع التأمين، مثل أي قطاع آخر يكون جاذب للمواطنين. طلعتوا راضين؟ سم طلعتوا من الاجتماع؟ لا هو اجتماع وفي كذا اجتماعات، يعني القطاع نفسه ما تنتهي اجتماعاته، في لجنة وطنية الآن مشكلة، واستغل فرصة وجودي في الاستديو أن نطالب الوزارة بوضع لجنة تنسيقية لمكاتب الاستقدام. لجنة تنسيقية؟ نعم لمكاتب الاستقدام في ظل. طيب ليه ما قلتوها للوزير في وجهه؟ اللجنة تو شكلت اليوم كانت أول أعمالها، وإن شاء الله الوزارة بترحب، يعني أنا متأكد 100% باب الوزير مفتوح. وش حتسوي اللجنة هذه؟ تنقل هموم القطاع نفسه باستمرار يعني المصلحة المشتركة. الآن حنا وصلنا للمرحلة الذهبية لقطاع الاستقدام زي ما ذكرت لك أخي الكريم، هذه مرحلة عشان تستمر الجودة، هذه تستمر لازم مكاتب الاستقدام اللي تنفذ الخدمة يكون معها تواصل مباشر مع وكالة الاستقدام بشكل دوري،
يعني زي مثلا شركات الاستخدام عند اللجنة التنسيقية لشركات الاستخدام يكون في لجنة تنسيقية لمكاتب الاستخدام عبر اللجنة الوطنية للاستخدام. هذه نقطة. النقطة الثانية عندنا المعايير. المعايير الاستخدام احنا نتكلم عن مساند جانب اللي هو ذراع تقني للوزارة، هو اللي يكون السداد عن طريقه، وهو اللي فعلا يعني خطوة للأمام ونجاح للقطاع انه حوكم القطاع بالكامل واخرج او انهى السوق السوداء للاستخدام اللي كانت موجودة، اللي تذكر انه بعض المواطنين ده بعد 30,000 وراحت فلوسي، ده بعد 50,000 وراحت فلوسي، ده بعد 20,000 وراحت فلوسي، جاء مساند لا يقول لك ما ضاع حق وراء مساند، وهذه موجودة على منصة تويتر. هذا مطبق فعلا، مطبق فعلا الان. انت تدفع عن طريق منصة مساند، انا شخصيا صاحب مكتب استخدمت لنفسي عن طريق مكتبي عبر منصة مساند ودفعت فلوس. لكن امس اتصل علي حد من عملاء يقول لي ابو عبد الله انا دفعت 3500، قلت دفعت لوين؟ قال لحساب شخصي، قلت له راحت فلوسك. ترى الدولة اليوم تتجه هذا الاتجاه الرائع، حتى منصة ايجار اليوم لو انا استاجر منك شيء وادفع امام المحكمة القاضي يقول مالك شيء لانك ما دفعت. الهروب اخوي سلطان اللي كنا نشتكي منه الان، فصل فيه الان. الهروب سابقا كان المواطن لما يهرب العامل المنزلية والعامل بتكون مبالغ المال اللي دفعها، خصوصا بعد تجاوز 90 يوم، تكون المبالغ اللي دفعها راحت هباء منثورا. وعلى فكرة السماسرة كانوا يقولون يستغلون هذا، كانوا يقولون للعامل اهرب بعد 90 يوم صح، خلاص عشان يضيع حق، وهذا اللي يكون السوق السوداء وتصل الاسعار. بس لك عن السوق السوداء من اللي وراها، وتصل السوق السوداء ل 40 على حسب الجنسية وعلى حسب الوقت. الان ايش الوضع؟ الان مع التأمين اللي ألزمت به مكاتب الاستقدام في تأمين العقد لأول مرة للسنتين للعام لقدومه، وبعدها يصير اختياري لصاحب العمل، يستطيع صاحب العمل المنزلي وباستمرارية العاملة عندها والعامل أن يجدد هذا التأمين حتى سنتين 4-5-6. هذا التأمين يؤمن مبالغ صاحب العمل في حال الهروب، يستطيع صاحب العمل الرجوع على مكتب الاستقدام عن طريق وثيقة التأمين لتعويضه عن المبالغ يتكفلها مع حسب النسبة والتناسب اللي في قدره. التأمين لما تقول أستاذ عبد العزيز تحسبون تكاليفها على المواطن؟ التأمين 90 يوم الأولى تكون مسؤولية مكتب الاستقدام، بعد 90 يوم الثانية اللي هي بعد انتهاء فترة الضمان 90 يوم تكون مسؤولية شركات التأمين. كل عقد استقدام الآن يدفع ملزم بالتأمين عن طريق منصة مساند. من يدفع؟ من هو اللي يدفع؟ المواطن يدفع تكاليف التأمين تقريبا من 450 ريال إلى 600 إلى 800، في بعض 1800 على حسب العمر اللي هو عمر الكفيل أو صاحب العمل نفسه، هي تختلف. لكن الدارج وتضاف على الوثيقة حق مساند، تضاف على فاتورة مساند اللي حتدفعها، حيكون فيها مبالغ لمساند 173 ريال، وحيكون في مبلغ 125 ريال رسوم دفع إلكترونية إلى 400 ريال 2.4% من قيمة العقد لمساند، وحيكون فيها تكلفة اللي هو الاستقدام اللي هي لمكتب الاستقدام، ويكون فيها قيمة الوثيقة التأمينية مدة سنتين من 500 ريال إلى 400 ريال، تجمع في فاتورة واحدة مع الضريبة المضافة آخر إلكترونيا، وتدخل على منصة سداد برقم الفاتورة التي يرسلها لك مكتب الاستقدام، وتحط رقم الفاتورة يطلع لك مبلغ 6,000 10,000 8,000 على حسب الجنسية، وحقك ما تسدد أوتوماتيكليا، حيكون عندك عقد استقدام موحد، حقك محفوظ، دخلت في منصة مساند وما ضاع حق وراه مساند فعلا، هذا الشيء موجود. والتأمين حيكون عندك مدة سنتين للعامل في حال أنه بعد انتهاء الضمان 90 يوم هربت العاملة أو رفضت عمل أو توفت، التأمين يعوضك ويحسب مدة الاستفادة اللي هي 23 يعني تخصم منه الاستفادة. أيضا يحق لصاحب العمل المنزلي في حال هروب العامل بعد 90 يوم أن يقيم دعوة في التسوية وفي المحكمة العمالية ويصدر حكم قضائي على العامل وينفذ عليه، يعني لا تستطيع أن تغادر المملكة إلا بعد تنفيذ هذا الحكم. يعني صار العامل المنزلي الآن يعني حتى يمنع العامل، يعني لما صدر لي حكم قضائي على العامل ونفذ عليه لا يغادر المملكة إلا بعد تنفيذ الحكم القضائي في ذلك. أها يعني اليوم يعني نقدر نعلن الآن أمام المواطن اللي يبغى يستقدم أنه مشكلة هروب العاملة المنزلية وجد لها حل، وجد لها حل أو قد انتهت، قد انتهت بالتأمين وبالحكم القضائي. الآن لما يصدر حكم قضائي وبمبلغ تعويض. طب خلنا نوعي الناس، ترى أنا سمعت في أحد الجلسات أنه يقول إذا هرب العامل أو العاملة لا تروح تبلغ،
لأن لو تروح تبلغ الأفضل أنك ترفع عليه دعوة صح؟ لا بد أني أبلغ عن الهروب عشان أحمي موقفي القانوني كصاحب عمل منزلي. لما تتغيب عندي العامل أو العاملة يعني هي تحت مسؤوليتك الآن، فعشان يعني ما يعمل بلاغ، لازم أبلغ هروب. وين يبلغ؟ عن طريق أبشر مباشرة. يبلغ عن طريق أبشر، هو في مكتبه في منزله في أي مكان يبلغ عنه، وبعدها يتخذ الإجراءات القانونية في إقامة. وإذا بلغ يقدر يرفع قضية؟ يرفع دعوة. البلاغ البلاغ الهروب لا يعني عدم. ترى في شائعة إنه إذا بلغت عندي مداخلة ما تقبل الدعوة. إذا عندي مداخلة لا تقبل الدعوة، ما لها علاقة بالبلاغ نهائيا. عندي مداخلة أستاذ صلاح في الموضوع هذا. في حال رفض عامل الخدمة المنزلية للعمل بعد انتهاء الضمان أو هروبه ورحت رفعت عليه دعوة، طبعا هذا شيء مشاهد ومجرب أمامنا، رفعت عليه في المحكمة العامة طالب مبالغ المالية تكلفة الاستقدام، فترد الدعوة لعدم الاختصاص وعدم الولاية القضائية. طيب تكلفة الاستقدام اللي دفعتها لمكتب الاستقدام العامل ما أخذها، أخذها مكتب الاستقدام. تروح المكتب الاستقدام بينك وبينه عقد إنه الضمان 90 يوم، بعد 90 يوم تخلى مسؤولية مكتب الاستقدام من الضمان. طيب تأمين إيش اللي غطى؟ غطى بعد 90 يوم، غطى إن القضية هذه اللي كانت محور ضايع وكثير من في السوشيال ميديا يعني يعملوا عليها متابعين بزيادة، إنه يقول لك بعد الهروب بلغ فيها وارفع عليها دعوة وطالب في مبلغ المالي، أو العامل الخدمة المنزلية ما أخذ مبلغ الاستخدام، اللي أخذه المكتب السعودي والمكتب الأجنبي، وأنت بينك وبينه اتفاقية اللي هي 90 يوم. فعيد وأكرر إنه التأمين الإلزامي حاليا هو الآن اللي صار يضمن حق المواطن بعد 90 يوم. بعد 90 يوم. طيب نعم. فاصل لكم بعد ما تبقى من برنامج الشارع السعودي، فابقوا معنا. أهلا بكم، أهلا بمن انضم إلينا الآن. حلقة ساخنة عن مكاتب الاستقدام والعمالة في ظل وجود مساند اللي وصفه الأستاذ عبد العزيز الغامدي وهو صاحب مكتب استقدام العمل المنزلية بأنه الفترة الذهبية الآن بعد وجود مساند. أرحب فيك أخوي عبد العزيز. الله يبيك. وأيضا معنا المحامي سلطان السحمة. الله يحييكم. الله يبيك. خلنا نأخذ القصة ونرجع نختم الحلقة معكم، فجهزوا. بقول لك لو كنت مسؤول ايش بتسوي عشان متضرر يشرح قصته مع مكاتب استقدام، يشرحها لفريق الشارع السعودي. خلينا نشوف. اول حاجه على حسب الفتره اللي كانت موجوده عندي فيها، اذا هي كانت على فتره تجربه او تعدت فتره تجربه، والتعامل معها يا مع المكتب اللي استلمتها من عنده او على شركه التامين تبعها. طبعا انا من الاشخاص اللي حصلت معي مشكله وصار فيها مثل النصب والاحتيال، واكثر مكاتب الخدم حاليا صار عندهم سيستم مثل التجاره ونصب احتيال على العملاء. انا من الاشخاص استلمت خدامه دفعت عليها تامين تاشيره على 3 رواتب، قعدت معي 2 شهر و10 أيام تقريبا ما فيها اي حاجه. أول أسبوع طلبت جوال ما عطيتها، بعد 1.5 شهر قالت أبي المكتب، قعدت كلمتها مترجمة تبعهم وخوفتها بالكلام قعدت عندنا. بعد تقريبا 2 شهر و18 يوم إلى 28 يوم انحاشت من البيت ورجعتها للبيت، تواصلت معهم مع المترجمة تبعهم، كلمتها وكانت مثل ما تقولين تصارخ عليها. فواضح اللي برمجناه احنا عندنا ان معاه فتره تجربه، اذا رجعت عندهم فما يبون خساره تكون على المكتب الخدم علشان ما اخذ حقي ويكون حقي محفوظ. لما تعدت فتره تجربه 3 شهور ويومين ضربت عن الطعام، ما تبي تشتغل، حياتها كلها بالمنسدحه، حتى حاولت تنتحر عندي، راحت المستودع من ثاني يوم مكالمتها مع مين؟ مع المترجمة تبع المكتب اللي هي إثيوبية. ادخلت المستودع كلوركس، كبت على نفسها، حاولت تنتحر وهي كذابة. اتفاقيات مع مين؟ مع مترجمة المكتب. لما قالوا خلاص إذا ما تبيها رجعها، قعدت تقريبا 3 أيام إلى 4 أيام إضراب عن الطعام، كلها نايمة، أكلها كأنها سجين نحط لها بالغرفة، من تحت الباب تصارخ، تخبط البيبان،
الساعة 5-6 الصباح. مجرد ما قلت لها يلا امشي المكتب قامت مثل حصان، قامت اخذت ملابسها، ضبطت الشيلة، الجوال، الحاجات، الامور، طالعة مول، هذه مو راح اوديها المكتب انا. وين اللي من 3 ايام؟ وين اللي من 4 ايام؟ فلما تواصلت مع المكتب، المكتب قال تعدت فترة تجربة. طيب انا بلغتكم قبلها، ليه ما حد فادني؟ عبد العزيز؟ اي لي تابع. مش تعليقك؟ عامل رفض عمل، اسباب رفض العمل، يعني انا انصح كل عميل يستخدم عامله للاخذ بعين الاعتبار الفرق الثقافي اللي بين المجتمع كعربي والمجتمع مثلا نقول الافريقي. يعني اعطيك امثله غريبه جدا انا برضو استغربتها، كينيا واوغندا البخور بالنسبه لهم من اعمال السحر، وحنا كل جمعه نتبخر ويمكن شبه يومي، هو يشوفه يتاثر نفسيا ويستحضر ويعتقد انه في مشكله. يعني هذه من ضمن المشاكل هذه. نعم نعم موجوده عندنا نتبخر في البيت امور طيبه. لا لا هم يعتقدون انه هو لانه بعض بعض القرى ممكن كل الثقافه الاوغنديه والكينيه تحديدا، مو وليس الاثيوبيه، الاوغنديه والكينيه يعتقد ان البخور من اعمال السحر، هو اعمال طيب بالنسبه لنا كعرب. يعني في فرق، الاوغندي والكيني بيدخل البيت وبيعتقد انه بيصور الاطفال والبنات وبيتصور معهم وينزلهم على الفيسبوك ويعتقد انه هذا الشيء سعيد وحيسعد الاسره بالكامل، بينما الاسره السعوديه جريمه معلوماتيه. جريمه معلوماتيه ما يصير، في تصادم حضاري بيننا وبينهم. يعني بالامانه في هذه مشاكل دائما نواجهها. طيب قبل ما اخذ نصايحكم في نهايه الحلقه، يعني ايش معاناه مكاتب الاستقدام اليوم؟ زملاء، رساله هي لاصحاب المكاتب، اصدقائي واخواني مكاتب الاستقدام، رساله مهمه جدا الكل يسمع. لهم ولا منهم؟ لا لهم، من أخوكم أبو عبد الله رسالة لهم جميعا. نموذج العمل تغير، أفضل أكون صادق معكم في الطرح أفضل من يعطيكم كلام أو أنقل رسالة ما منه فائدة. نظام الاستقدام قبل كورونا ليس بعد كورونا، الآن عندك معايير كل الدولة، الجمارك عندها تبادل زي مساند، موظفي الدولة عندهم معايير، المؤسسات الخدمية عندها معايير، فالمعايير هذه موجودة، ممكن تحسن المعايير هذه أو ينظر لها من قبل الوزارة بعد مراجعة او الرفع الى اللجنه الوطنيه. ايش توصل له يا ابو؟ نبغى نوصل له انه غير، تاقلم يا صاحب مكتب الاستقدام على المعايير. في مشكله احنا تواجهنا الان على المعايير، مو في المعايير نفسها، احنا نقبل العمل بالمعايير. اذا المعايير تؤدي الى سوق ذهبيه وسوق جاذب لمكاتب الاستقدام، انا المستفيد كمكتب استقدام. لكن انا عندي في بعض النسب في المعايير، اعطيك مثال، مكاتب يقول لك لازم في المعايير انه يكون عنده 3 دول. جزء كبير من المكاتب شغالة بس على الفلبين مثلا وعلى سريلانكا، متخصصة من سنين طويلة، فيجبر أنه يفتح في كينيا أو أوغندا أو في دولة أفريقية أو في بنغلاديش، وصراحة يجيب عمالة سيئة جدا ويقدم خدمة سيئة جدا وكمان ينزل في المعايير، لأنه في النهاية في تقييم للعميل. فأنا أرى الوزارة أنه يعني تخفف من بعض المعايير. طيب نسبيا. طيب خلنا نأخذ نصائح قانونية من الأستاذ سلطان. هو أنا شو أقول، التشريعات اللي أصدرتها الدولة ووزارة المواد وزارة المواد البشرية في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بالعمالة المنزلية جعلت السوق سوق عمل جاذب أساسا، وحفظت الحقوق للعامل المنزلي وصاحب والمواطن السعودي، هذا أول. ثانيا، على كل مواطن سعودي أن يتقيد بالعقد المبرم بينه وبين العامل المنزلي فيما يتعلق بحقوق العامل وواجباته ومنح حقوقه، وهذا ما ينادي به ديننا الإسلامي قبل هذا العقد. ثالثا، في حال وهرب العامل أو شيء، عندك الفترة الزمنية 90 يوم ترجع على المكتب، بعد 90 يوم عندك وثيقة التأمين تضمن لك حقك، أيضا مع حقيتك في إقامة الدعوة أمام التسوية الودية، وبعد ذلك ترفع إلى المحكمة العمالية. طيب أعطيكم 30 ثانية، كيف تحب تختم أستاذ عبد العزيز؟ أعطينا 10 ثواني مع 30 في المعايير. 40 ثانية. يلا تسلم حبيب قلبي، الله يجزاك خير إن شاء الله. رسالة للوزارة، جزاكم الله خير، الفضل لله سبحانه وتعالى ثم الوزير أحمد الراجحي ووكالة الاستقدام في تحسين المدة، من حيث المدة ومن حيث الأسعار ومن حيث الجودة. في مشاكل عندنا بنغلاديش فيها تقريبا أكثر من شهر مشاكل سياسية واقف، نأمل أن لا تحسب في المعايير، نأمل أن لا تحسب. أثيوبيا وقفت فترة، في عوامل دولية وخارجية تكون خارجة عن إرادتنا، نأمل أن لا تحسب في المعايير حتى لا تضرر مكاتب الاستقدام ونقبل بالمعايير. ختام الشكر لك أخوي صلاح والشارع السعودي في طرح المواضيع التي تهم المواطن السعودي، شاكر لكم. شكرا لعبد العزيز الغامدي صاحب مكتب استقدام العمل المنزلية، شكرا لك، شكرا لحضورك.
إن شاء الله سألتك وصلت. شكرا للمحامي سلطان السحمة، دائما تثري الشارع السعودي قانونيا. يطول عمرك يا الحمد. إن كتبتم لنا رأيكم ونقدكم فسنأخذ في الاعتبار. حساباتنا على شبكات التواصل الاجتماعي دائما تنتظركم، منكم نستفيد ونتعلم أيضا. فريق الشارع السعودي بقيادة نوراء الربدي رئيس التحرير هنا دائما من أجلكم. شكرا. منتج هذه الحلقة فهد العنزي ومخرجها بدر العنزي. كونوا دائما بخير.